مفكر ووزير ومهتم بالطب من أبرز فلاسفة الأندلس خلال حكم الدولة المرابطية. هو أبو بكر محمد بن يحيى بن الصائغ ويلقب بابن باجة، وعند الفلاسفة اللاتين يسمى بأذنبس. عاش خلال حكم دولة المرابطين المعروفة باضطهادها للفلاسفة، ولكن بعض أمرائها مالوا إلى تقريبهم منهم. هذا ما حدث مع ابن باجة الذي كان وزيراً وجليساً لحاكم سرقسطة أبو بكر بن إبراهيم صهر الأمير المرابط، وأبقاه إلى جانبه مدة 20 عاماً. مثقف وحافظ للقرآن الكريم، شاعر أديب برع في ألوان الشعر كافة مثل المديح والغزل والرثاء. يروى أن ابن تيفلويد أعجب بموشح مدحه فيه، فحلف ألا يمشي الشاعر إلى داره إلا على الذهب، فجعل لابن باجة في نعله ذهبا ليبر بيمينه. شعره دقيق المعاني، من ذلك قوله في مديح الملثمين: قوم إذا انتقبوا رأيت أهلة، وإذا هم سفروا رأيت بدورة. كما تميز بامتلاكه جانبا وطابعا فنيا، فكان يتفنن في صناعة الموسيقى والعزف على العود، تميز في الطب، وامتلك قدرات ومواهب في الرياضيات والطبيعيات وعلم الفلك. كان من أوائل الفلاسفة العقليين الذين بنوا الفلسفة على أسس الرياضيات والطبيعيات، واشتهر بكونه مفكرا وفيلسوفا عريقا ذا مبادئ فلسفية متفردة وضعها وصاغها بنفسه. إضافة لبراعته في العلوم الإلهية، فكان شبيها بالفارابي وبالفيلسوف أرسطو. فطرة ابن باجة هي التي ميزته عن أهل عصره، إذ اتسم بسعة إدراكه للعلم الإلهي وجميع ما سبقه من العلوم، متشابها بذلك مع أسلافه أمثال ابن سينا والغزالي، فجميعهم جاءوا بالحكمة واليقين ليكونوا متوافقين مع أقرانهم السابقين من السلف الصالح. أهم مؤلفاته رسائل ابن باجة الإلهية، مؤلفاته في الطب: كلام على شيء من كتاب الأدوية المفردة لجالينوس، كتاب التجربتين على أدوية بن وافد، كتاب اختصار الحاوي للرازي، وكلام في المزاج بما هو طبي. فلسفته في الإنسان كانت ترى أن كل حي يشارك الجماد في أمور، وكل إنسان يشارك الحيوان في أمور، لكن الإنسان يتميز عن الحيوان غير الناطق والجماد والنبات بالقوة الفكرية، ولا يكون إنساناً إلا بها. فلسفته في منازل الناس صنفتها إلى المرتبة الجمهورية، تشمل الذين لا ينظرون إلا للمعقول. المرتبة النظرية شملت الذين ينظرون إلى الموضوعات أولاً وإلى المعقول ثانياً ولأجل الموضوعات. مرتبة السعداء وهم الذين يرون الشيء بنفسه. لا يعني ذلك أن حياة ابن باجة كانت هانئة، فقد عانى من المكائد والمؤامرات، وكان ضحيتها إذ مات مسموماً.